اهلا، تعرف بيكي ياسمين من مصر. جاي تعملي ايه في لبنان؟ جاي اغني. جاي تغني؟ هتغني ايه؟ انا عشاق. طب انت خايفه ليه؟ اكيد يعني خايفه. يبقى هتفشلي. ليه كده؟ متخافيش، ركزي كويس. اتفضلي. انا عشاق. سألوني عن العشاق، سألوني عن العشاق، سألوني وأنا في العشق، أنا في العشق، أنا في العشق. الله الله. بتسمعيني شيء صغير من غير غنية، جملة صغيرة مشان الأستاذ علي بس. حاجة كده. لمين؟ اللي بدك إياه، اللي أنت بتحبيه من أنت صغير ومعودان. حاجة يا ليلي، يعني حاجة فوق وتحت، أي حاجة، قولي إن شاء الله الصح تدحمه، أي حاجة. ردعوني عني Allez.